بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج مايا 2020. النهاردة هتكلم عن أداة مهمة في البرنامج اللي هي أداة المالتي كات، كويس، اللي هي موجودة عندي هنا تولز مالتي كات. بنفتح من الجنب هنا في موديلينج تول، دي بنفتحها وبيتفتح لي زي ما شايفين الجزء ده، وده المالتي كات، دي الأيقونة بتاعتها موجودة هنا، ده الشكل بتاعها وده الشكل بتاعها فوق لما باجي افتح كيرف سيرفيسز، كويس. انا هتكلم عن الاداة دي ازاي ان انا بستخدمها بالنسبة لمجسم انا بعمله بولي موديلينج وبعمل فيه المالتي كات، وهتكلم عن استخدام الاداة دي بالنسبة لعمل الفتحات الابواب والشبابيك بالنسبة لأي مبنى معماري. هنبتدي مع بعض، هنيجي نرسم كيوب اهو بالشكل ده كده، وهاجي ادوس على المالتي كات. انا عايزه اقسم الوجه ده زي ما شايفين كده، في نقطه ظهرت لي اللي هي بدايه القطع، بيقول لي من هنا او من هنا اهو، في مربع بيظهر لي بالشكل ده وفي خط اللي انا بمشي عليه اللي انا عايزه اقطع لحد فين. طيب انا مثلا عايزه النقطه دي، ابتدي من هنا وعايزه اقطع في الفيس ده اهو كده، انا قطعت الفيس ده نصين. ازاي ان انا اعرف ان انا قطعته نصين؟ هدوس كده سيلكت وادوس على الفيس ده كده لوحده اهو، ودي واعمل ديليت. لو جيت لفيتها اهو، عملت قطع في الفيس، قسمته نصين بالشكل ده، وادي الشكل عندي لما انا عملت له ديليت. يبقى انا عملت هنا في فراغ في الجزئيه دي. هنا الفيس لوحده لو انا دوست عليه كده عملت له ديليت خده كله. يبقى اداه القطع دي بقطع في اي جزء او في اي فيس موجود عندي. طيب هنرجع تاني اهو، واجي احدد المالتي كات، برده بيحدد لي نقطه، اي نقطه انا عايزاها من هنا مثلا اهي، عايزه مثلا النقطة دي اهي مثلا، يبقى الشكل بالشكل ده كده. هو بيستمر معايا الامر ما دام انا ما عملتش دوستش على سيلكت او عملت انتر لحد هنا كده، وبعدين بقول سيلكت خلاص خرجت من الامر. ممكن اعمل اكتر من خط عشان اعمل شكل للقطع بتاعي، فانا هنا ممكن اهو اشيل ده كده اقول له ديليت، بلف اهو، انا عملت شكل القطع بتاعي بالشكل ده. يبقى هي اول نقطه بنعملها، ممكن على اساس اول نقطه دي نعمل ايه خطوط للقطع كتيره مستمره اهي بالشكل ده. يبقى ده طريقه من الطرق ل استخدام المالتي كات، نستخدمها مثلا بالطريقه دي. طيب انا عايزه اقطع بطريقه ثانيه، ازاي؟ هنيجي نشيل ده كده وهاجي ارسم كيوب برضو اهو بالشكل ده كده اهو، وهوريكم طريقه ثانيه لاستخدام المالتي كات. لو دوست على المالتي كات بالشكل ده ودوست على كنترول مع شيفت من الكيبورد، ممكن ان انا اقسمه بالطريقه دي، بقسمه كوحده واحده اهو، بلي زي ما احنا شايفين مربع يقسم لي الكيوب ده. فانا مثلا لو جيت هنا من النص اهو ممكن اقسمه كده، عايزه اقسمه تقسيمات بالشكل ده، بدوس على ايه؟ على كنترول مع شيفت الاتنين مع بعض. ممكن انا اقسم من هنا زي ما احنا شايفين كده، وبرده ممكن ان انا يمين الماوس كده اقول له فيس اهو، ادي عشان بس ابين لكم ان هو قسمها اهي، كويس. هدوس على زد من الكيبورد او بعمل اندو بالشكل ده كده. اوبجكت مود. اداه بقى المالتي كات ممكن ان انا الاقيها في الميش تولز، بفتحها كده هندوس على المربع اللي جنبها هنا ده اهو،
وهاجي هنا عندي امر ديليت فيس ده مهم واكستراكت فيسز. طيب احنا نشوف ديليت فيسز لو انا دوست عليه عملت تشيك كده وعايز اعمل ديليت فيسز هنا اهي خدت مثلا قطع بالشكل ده كده ودوست انتر بالكيبورد لو لفتها عملت قطع بالشكل ده اللي احنا شايفينه. طيب هنرجع تاني وهنشوف اكستراكت مالتي كات بدوس عليها بتجيب لي السيتنجز بتاعتها اكستراكت فيسز بدوس عليها بالشكل ده كده وهنشوف مع بعض. لو انا جيت دوست برضو من هنا لهنا ودوست انتر احنا شايفين قسمها لي بالمسافه اللي هي موجوده عندي دي اللي هي بوينت 0.5. طب انا هزود المسافه دي 0.9 مثلا كده اهو بالشكل ده كده وجيت من هنا لهنا مثلا قلت له انتر زود لي المسافه اللي هنا يعني دي كانت مسافه كده وهنا زودها لي. لو جينا نلف كده اهو قسمه لي بالشكل ده كده او عمل لي قطع بالشكل ده بمسافه معينه كويس. يبقى ده اكستراكت وديليت. هنيجي بعد كده نستعمل اداه القطع دي في عمل الفتحات الابواب والشبابيك. هنيجي نرسم حوائط هنفترض مثلا ان انا بجي ارسم هنا بلين اهو بالشكل ده كويس واعمل له اكسترود وارفعه كده واعمل بلين تاني مثلا كده كويس واقول له اكسترود بالشكل ده وعايز اعمل شبابيك هنا في الحائط اللي قدامنا ده اهو اللي في الوش. هاجي انا هنا عايز اعمل اقسم واعمل شبابيك اقسمها ازاي بالمالتي كات على ده واقول له اوبجكت مود واقول له مالتي كات وبعدين كنترول مع شيفت واقسمه مثلا عايز شباكين ادي اقسمه مثلا بالشكل ده وهنا برضو هاجي اقسمه كده اهو واجي اعمل سيلكت وبعدين فيس واجي عند الفيس ده كده واقول له ديليت نفس الحكايه اهو. يبقى انا كده عملت الفتحات اللي موجوده هنا. طيب في هنا حاجه مقبلاني الجزء ده مش مقفول اهو الاجزاء دي كده مفتوحه مقطوع فيها انا عايزه اقفلها هقرب كده وادوس على ايدج وادوس على ده وشيفت من الكيبورد وادوس على التاني هنا واروح عند مش تول هنا واقول له بريدج قفلها لي بالشكل ده. نفس الكلام اهو وشيفت بدوس على التاني واقول له اديت مش وبريدج شايفين اتقفلت معايا. هنيجي لده كده اهو ولو جيت لفيت بالشكل ده وجبت اللي فوق وادوس عليها برضو اتنين كده والف كده فاضل الجزء ده
فاضل الجزء ده بقى كده. انا عملت فتحة الشباك زي ما احنا شايفين اهي، وظبطت معايا. يبقى انا ممكن استخدم اداة مالتي كات في عمل الفتحات في الحوائط. نفس الحكاية نفس الطريقة هستخدمها لما اجي اعمل الابواب. كويس، انا عايز اساوي مثلا الشباك ده بالشباك ده، باجي بدوس باليمين كده واقول له فيرتكس مثلا، واجي اختار الفيرتكس دي واعمل لها موف. يبقى انا ممكن اختارهم واحرك بالفيرتكس اظبط الشكل اللي موجود عندي. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، عشان ده بيدعمني في اليوتيوب ويخليني استمر معاكم. انتظروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.